معلول تماما. اذا نذهب لنجم المباراه وهداف هذه البطوله حتى الان وليد ازارو مع زميل احمد نوير في ملعب المباراه باستاد برج العرب الاسكندريه. احمد مساك الله بكل خير، يعني ماذا لدى وليد ازارو بعد هذا الفوز وهذا التالق اليوم؟ تحياتي لك زميلي احمد، تحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. مبروك للاهلي التاهل متصدرا المجموعه، ومعي نجم الاهلي، نجم من العيار الثقيل وليد ازارو. مبروك يا وليد. مبروك علينا كلنا. اول حاجه كنبغي نشكر اللعابه على المستوى اللي قدموه رغم العياء وكثر الماتشات والتعب. حاولنا احنا نحققوا المبتغى ديالنا ونتكلاسوا، حنا الاولين في المجموعه والحمد لله. ثاني حاجه كنبغي نشكر الجمهور اللي ساندونا، و هذا الانتصار يعطينا واحد الحافز ان شاء الله المقابلات اللي جايه ان شاء الله. لكن يعني اذا تحدثنا عن الفوز، طبعا مبروك الصعود والتاهل بصداره المجموعه، ولكن الاداء يعني لم يكن مقنعا الى حد ما في فترات كثيره من المباراه، تتفق معي ام لا؟ بالنسبه للاداء كتبقى النتيجه هي الاهم، برغم اننا كما قلت لك تراكم ديال المقابلات كيخلينا اننا في واحد الطراوه، ماشي واحد الطراوه بدنيه ماشي مزيانه، ماشي 100% باش نقدموا اكثر مستوى. كنحاولوا اننا نستغلوا كل الفرص ونقتلوا المقابله، حيتاش عارفين اننا القدره البدنيه ديالنا مازال ما جاهزاش 100% باش نقدموا. سبب ضغط المباريات؟ احنا كل 3 ايام كنلعبوا ماتش، فضغط المقابلات بزاف. وكما قلت لك حنا كنا اخر المجموعه، ف وحنا دابا حاولنا نركزوا اكثر في تشامبيونز ليغ وحققنا المبتغى ديالنا وتكلاسينا حنا الاولين في المجموعه. شكرا جزيلا وليد والف مبروك. ربنا يخليك، شكرا. اذا كان هذا لقاء مع الكابتن وليد ازارو، ومعي الان